مرحبا بحضراتكم، لسه حديثنا مستمر مع الاستاذ ايمن جلبرتو، ولسه عندنا ملف اليورو كوبا امريكا، ولسه طبعا برضو حديثنا مستمر وما خلصش مع الاهلي. ممكن نكمل الاهلي قبل ما نروح للملفات طبعا الاوروبيه وكوبا امريكا. كنا بنتناقش في الفاصل وانا وكريم برضو اتكلمنا في هذه النقطه، لان هي نقطه مهمه جدا في بدايه الحلقه. قلنا على فكره هنا، وده هاخد من كلام كريم، الغلط او اللغط اللي بيحصل شويه من بعض الاشخاص محاولين لهز ثقه اللعيبه في الفريق، اللي هو عمره ما بيحصل على كل حال، يعني مهما حاولوا، بس اي في ناس يعني بتجرب. فاللقطة الحلوة والشق الجميل النفسي اللي دايما موسيماني بيكون حريص عليه، شفته ازاي بالامس في فكرة علي معلول والشناوي، وحرص موسيماني ان هو يكونوا موجودين من بداية المباراة رغم اي حاجة او اي كلام اتقال، اعتقد فيها رسالة مهمة جدا. اكيد طبعا. يمكن ناخد اخر حاجة اللي لقطة علي معلول. الراجل يمكن في مباراة بيراميدز علي معلول كان شوية المستوى مش المعتاد. طبعا ركله الجزاء، رغم ان من المفترض ان هي رايحه، يعني الشكل بتاعها كويس، ولكن بتضيع المباراه بعد كده، ما حصلش فيها توفيق. فان هو المباراه التاليه لما بيجي ركله الجزاء ونفس اللعيب هو اللي بيتصدى ليها، طبعا علي معلول راجل خبرات كبيره جدا، ويعني مش هنيجي دلوقتي نقيم علي معلول، ولكن في النهايه دي حاجه برضو بتاثر ممكن في اللعيب، لان اللعيبه كلهم بشر. طبيعه بشريه بالظبط، كل يعني اللعيبه بشر، لازم يهتز. فلما راح حضن موسيماني، وحتى الحضن ومش مجرد احتفال، لا ده هو تحس ان هو كانه بيتكلم معاه، بيقول له حاجه. فمن الواضح ان يعني كان في قعده ما بينهم، او ان هو قال له لو جه ركله الجزاء للاهلي انت اول واحد اللي هتروح وتسددها. فهنا ده شق جيد. نفس الامر بالنسبه لمحمد الشناوي، يمكن قبل المباراه ب 24 ساعه كان خرج يعني تقارير او اخبار ان الراجل تعرض لكدمه في التمرين، وان من الوارد ان ممكن تاثر عليه، لكن طلع الاشعه سليمه والامور طيبه ان هو بيلعب. ده تاكيد لتصريحات حتى موسيماني في المؤتمر الصحفي لما قال انا الشناوي هو الحارس الاول في النادي الاهلي، ومش بس في النادي الاهلي، هو الحارس الاول في مصر، وانا عندي علي لطفي كمان لعب مباراه الزمالك واجاد فيها أكثر، ولكن طبعا لكن الشناوي هو الحارس الاول. فهو لما اطمن للنتيجه برضو ان هو خلاص الشناوي لعب الشوط، هو محتاج برضو ان علي لطفي يبقى رجله في الملعب، ومحتاج ان علي لطفي يبقى يعني فنيا وذهنيا حاضر في المباريات، فاداله شوط. ودي برضو كانت تغييرة إيجابية جدا، والسيناريو المباراة ساعد، حتى مش شرط ان هو يدي علي لطفي في مباريات صعبة، لا علي لطفي محتاج في الأول ان هو يلعب بهدوء، يلعب من غير ضغوط، عشان طبعا بعد كده لما ان شاء الله يبقى جاهز ويتم الاعتماد عليه في المباريات اللي بعد دوري الأبطال الأفريقية، يبقى هو جاهز، وحتى لو لا قدر الله في أي وقت تحتاجت عليه علي لطفي بالظبط يعني كده يبقى موجود وفي الملعب. فدي أمور من مميزات موسيماني ان هو بيقدر نفسيا يتعامل مع جميع اللاعبين. بنشوفها بعد يعني إحراز أي هدف اللعيبة بيجروا عليه، والمشهد ده تكرر كتير جدا طبعا، وبيحضر فيه علاقة حلوة. في فرق، احنا كلنا طبعا بنبقى عارفين، اتفرجنا كتير على ماتشات وتابعنا، في فرق بتبقى عارف ما بين اللي هو الاحتفال العادي اللي هو انت رايح بتحيي المدرب، وفي فرق بين ان انت رايح للمدرب ان انت يعني في حاجه انت سواء عايز تهديه الهدف او عايز تشكره على حاجه هو عملها معاك. واعتقد موسيماني الفتره اللي فاتت كان ليه دور في تطور عدد طبعاً من اللاعبين، حتى فنيا وذهنيا في ارض الملعب. شفنا دوره مع حسين الشحات اللي بنتمنى طبعا ان هو يستمر ويتالق، ونشوف حسين الشحات اللي احنا دايما بنعرفه، ياسر ابراهيم، كهربا، ان شاء الله يتطور. فلا فكره يعني، ومن قبل كده كمان يعني برضو من ضمن الحاجات اللي واضحه قوي في شخصيه وفي تركيبه موسيماني، فكره انه بيصبر لما يكون عارف ان اللعيب اللي هو بيتكلم عليه او اللعيب المعني لعيب كويس، بس يمكن تبقى فيه شويه عكوسات زي ما كان حصل مع ووتر بواليا مثلا في وقت من الاوقات، هو برضو كان صبور جدا معاه بالظبط. هو يعني بيدي الثقه، طول ما اللعيب جدير بالثقه دي هو بيديها له. ممكن بعد كده لو استبعد مثلا اللعيب، يبقى من وجهه نظره هو اكيد احنا ما حدش فينا عدم جاهزيته لفتره معينه، احنا ما بنشوفش التدريبات، ما بنشوفش اللي بيحصل يعني في الكواليس بتاعت التدريبات، فهو بيبقى ادرى بالقائمه بتاعته. في النهايه هو المدرب بيتحاسب في النهايه طبعا، انت التارجتس بتاعتك ايه، حققت منها ايه. في النادي الاهلي الامور مش سهله، هو عارف كده، هو راجل طموح،
محتاج الوقت، لكن احنا عارفين ان في النادي الاهلي فكره الصبر قوي والوقت قوي مع الجمهور خصوصا في السنين اللي احنا فيها. ممكن من دلوقتي يقول لك ال 11 يا اهلي. بالظبط. الناس ما بتلحقش. الراجل كسبان السوبر وبيلف الملعب في الامارات، الناس بتطالبه بافريقيا وبالدوري، فدي مش اي مدرب يستحملها ومش اي نادي يستحملها.